جماعة في فيديو جديد وحلقة جديدة، والنهاردة معاكم حلقة بصراحة يعني انتوا بتحبوا السنجل بلاير جدا، وحسيت ان الدعم عليه بقى قوي جدا، فهنزل لكم حلقة. طبعا يا جماعة النهاردة معاكم الحلقة التاسعة من سلسلة السنجل بلاير. احنا طبعا يا جماعة كنا بنحاول نربي كائن في البث المباشر لكن فشلنا، فانت لو مش بتتفرج على البث المباشر بصراحة فاتك كتير جدا 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 في حياتك، لان البث المباشر ده بيعمل كمية يعني اهم حاجة في اللعبة تقريبا. بس مباشر انا بعمل كذا حاجه خلف الكواليس، فمهمه جدا جدا جدا، فالبث مباشر دوت من اهم الحاجات تقريبا في القناه. فايه ده؟ الو، السمكه عندها لمبه كده من فوق. طبعا السمكه ديت انا قعدت كتير جدا 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 بحاول اروضها في البث مباشر، قعدت ساعه كامله بحاول اروضها في البث لكن فشلت واتخنقت بصراحة منها، فهصورها النهاردة في السنجل بلاير مع بعض. لكن أنا قلت لكم إن في السنجل بلاير إحنا طبعا تعبت جدا 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 في البث المباشر وأنا بحاول أروضها لكن فشلت. فأنا طبعا هنزل في البحر هنا، هي طبعا دايما بتلاقيها في أعماق البحار، تلاقيها دايما في العمق عالي. طبعا أنا عارف مكان بتعمل ريسبون فيه، فهروح على طول وأرجع لكم تاني. طبعا يا جماعه انا رجعت لكم تاني، هي دي تقريبا لقيت واحده بس ليفل 5 فمش حلوه. دي واحده تانية ايه ليفل 5 برضو، ف احنا كده خلاص تمام وصلنا لغايه البوردر. ايوه البوردر الحيطه ايه، ف ايه ده، انا اول مره اشوف الكائن ده في اللعبه. اوه ده كائن شيت، اول مره اشوفه بصدقه. دور بار بتاع كويس جدا، لو هبوس ايديك بقى تراضي بقى. الله اكبر، طبعا بتسحب بسرعة فنديها كل دولك، نديها سوزنج بال. فهرجع لكم تاني بعد ما تتروض. انا رجعت لكم تاني بعد ما ايه الحظ ده. طب انا رجعت لكم تاني بعد ما ان السمكه خلاص اهي قربت تتروض، بقى لها بالظبط خط واحد بس وتتروض. انا حظي نحس يعني، وقفت عند ال 99.6 مش فاهم ايه 99.6 دي، مش فاهم. انا بقى 4 في 4 4 ايه ده، ايه ده، ايه الظلم ده، والله بيذلوني والله العظيم. تخيل بقى بعد ما توصل كده تموت. الله السمكه دي في الاخر ايه، اعتزلها بقى. ده انا يا جدعان السمكة دي روضتها، حاولت اروضها 3 مرات في البث وماشي وفشلت، تخيلوا. فيعني زهقت منها جدا جدا جدا، فان شاء الله بقى تتروض المرة دي بقى وتنجح المرة دي.
انا قاعد في البحر بتاع نص ساعه بحاول احميها وزهقت وايدي اتشنجت واتقرفت والله. انا قاعد تقريبا نص تقريبا ربع ساعه قاعد براوت فيها او 20 دقيقه كمان. خد دول. فالحمد لله يا جماعه اخيرا اخيرا روضتها اخيرا بعد مشقه البثوث المباشره. هي ديت السمكه يا جدعان اللي احنا طبعا تعبنا فيها. طبعا الناس هتيجي تقول لي فايده السمكه الهبله اللي انت جايبها دي ايه، فايدتها ايه، بتعمل ايه السمكه دي يا جدعان؟ بتجمع سلك بيل بطريقه مهوله. بصوا 63 اهي، خش بس تقتل صحابك. ده مش عالي جدا طبعا، اما ساتر السمكه ديت عشان ما تقرفناش. انا بصراحه كنت عايز اقتلها عشان ازودها ليفل في الدمج لان انا مش هرحمها. طبعا هي ملهاش اكسجين، انا اللي ليا الاكسجين. فانا طبعا انا الناس هتيجي تقول لي انت محتاج السلكه في ايه عشان اصنع بيها الاسلحه والدروع اللي هي اقوى اسلحه في اللعبه واقوى دروع في اللعبه، فانا هحتاج فيها سلكه. ايه ده، هو الدولفين بتاعنا فين؟ ايه اللي وداك هنا يا ابني؟ تعالى ورايا. نتنا على منهم بقى، وان شاء الله كده انا هبقى اقعد اجمع بيهم، انا خلف الكواليس هقعد اجمع بيهم موارد وكده. طبعا فيها ميزه اللمبه طبعا اللي هو بالليل هتفيدك فشخ، يعني لو انت يعني نازل تجمع بالليل في الضلمه. بس ما ينفعش افتح الخريطه. اوه تصدق دي مشكله تانية. انا خلاص انا تقريبا طلعت، هلبس الدروع ده، هلبس الدرع الطبيعي انا كده هطلع اخد اكسجين من هنا. طبعا انا هحاول ابنيهم بيت احميهم فيه لان انا مش عايزهم يموتوا او يتدمجوا او اي حاجه، لان انا بخاف عليهم جدا جدا جدا. وبالذات انت بقى هتري الامبلانت بتاعتك وهات السلكه اللي انت جمعتيها وهات دول كل ده اللي انت جمعتيه ويلا. فطبعا هرجع البيت يا جماعه وارجع لكم تاني. حطهم في الحته ديت يتأمنوا كده. فاروح اجيب القرش بتاعي بقى متضربش دولفيني. طبعا بالدولفين نجمع بيه شويه، نرجع بقى نحطه جنب اخته هنا. هنعمل لهم اسطوانه طبعا، باخدهم صور بقى انا تحت المايه، بعمل لهم فوتو سيشن يعني. فهم طبعا بصراحه احسن حاجتين يعني في تجميع الموارد عامه في البحر او البحر عامه هم. فهرجع لكم تاني بقى ما نشوف حاجه تانية نعملها.
انا رجعت لكم تاني، كنت عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، ان انتوا لو عايزين ان انا اكتب اسمكم في الاوضه ديت في اوضه المشتركين او اوضه المتابعين، فهنا طبعا انا ضفت، طبعا انا هنا ضفت الحاجات ديت، دي ممكن يبقى نحط عليها ارتيفاكتات تروفات الحاجات ديت، فدي هتكون باسامي ناس في واحد، ناس مين، ناس مننا يعني، ناس من المتابعين. فالطريقه ان انت اسمك يتكتب على لوحة بقى او اي حاجة، انا بفكر اعملها في لوحة هنا بس لسه هنشوف هنعمل ايه، بس انت لو عايز اسمك يتكتب في كذا طريقة. دلوقتي اول حاجة لازما تكون يعني في 3 فيديوهات هتنزل هيكون فيها اكواد، ده اول فيديو هو ده بالظبط اللي هيكون فيه كود رقم 5 اللي هو الكود بتاع اللي انت لازم تجمع 3 ارقام عشان اسمك يتكتب هنا، فاول كود 5 وتاني كود هيتقال في بث مباشر هيكون يكون النهاردة بالليل الساعة، هيكون الساعة 9 بالليل بتوقيت مصر و10 بتوقيت السعودية والعراق و11 بتوقيت عمان، هيكون في بث هقول جواه كود البث دوت، احنا بنلعب خلف الكواليس ارك مع بعضينا كده، بنرنسنا شوية حاجات زي ما صنعنا خزنة وزي ما عدينا على الحاجات ديت والحاجات دي، بنعمل حاجات كتير جدا خلف الكواليس، حتى الدولفين ربنا برضو خل في البث المباشر، بس مباشر يعني بنعمل فيه حاجات كتير جدا في سنجل بلاير، فلو انت حابب تنضم لينا فهتشرفنا بصراحة. فانا هقول الكود التاني فيه، والكود التالت هينزل في فيديو اللي هو الفيديو اللي هينزل بعد ده على طول. فانا بقى يا جدعان اعتقد ان احنا كده خلاص يعني وصلنا لنهاية الحلقة، بس كنت عايز اقول لكم على حاجة، ان المكان ده انا مجهزه لحاجة، حاجة معينة بقى كده سرية هنعملها ان شاء الله مع بعض، شرح كده لفيديو معين فنبقى نشوفه مع بعض. فانا بقول طبعا كده يا جماعه كفايه قوي النهارده الحلقه، لان انا مشغول الايام ديت جدا جدا جدا، وبالذات كمان ان احنا في البث المباشر بنجهز للدنجن، لو انت عايز تعرف احنا المفروض ايه تجهيزات الدنجن ومفروض نعمل ايه في الدنجن تعالى في البث المباشر، لان احنا في البث المباشر بنعمل حاجات كتير كتير جدا وبنتكلم مع بعض وبنسال بعض وكل حاجه. فاحنا طبعا عملنا هنا مزرعه بوليمر برضو في البث المباشر، كل ده كان في البث المباشر، طبعا مش عارف دي ازاي امبرنتنج 42 ما تسالنيش ازاي، بس انا طبعا في البث المباشر كنت عملت المزرعه ديت، طبعا انا ضفت شويه حاجات، ضفت البتاع دوت، لكن احنا طبعا محتاج ناس تيجي تقول لي انت محتاج البطريق في ايه وعايزه في ايه، عايزه في البوليمر لان احنا هنحتاج بوليمر كتير، فانا عايز بس لو سمحت، بس انا كنت محتاج شويه اويل عشان كنت اصنع لي حاجه معاكم دلوقتي، فاستنى احلى حاجه ان البوليمر مبص صلاني، لا بص بص خليه في 2 حلو قوي. اوه دي بتفشخ الحديد، اوه شيت. طبعا يا جماعه انا اجمع حديد خلف الكواليس وبعمل حاجات كتير جدا 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 خلف الكواليس، ف اطفي. انا طبعا تقولي انت ليه صنعت الخزنه ديت مش عارف ايه، عشان الخزنه ديت مهمه 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 جدا 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 في الموارد عامه، بتشيل كميه موارد مهوله، فانا هحطها هنا برضو. تصدق والله شكلها بقى حلو. طيب والتالتة بقى هنحطها فين بقى؟ تكون بص الناحية ديت كده، بعد يعني بقى نعدل عليها بعدين الحوارات ديت. طبعا انا هنا كل الحاجات اللي طلعت لي من الكوف فانا سايبها هنا، فاحنا ان شاء الله يا جدعان الحلقة الجاية ان شاء الله ان شاء الله هنكون داخلين الدنجن ان شاء الله يعني، او الحلقة يا الحلقة الجاية يا اسمه ايه ده، يا في بث مباشر، لان انا ممكن ادخل الدنج في البث المباشر او ممكن انزله في حلقه، بس تقريبا انا هخش في البث المباشر وهتنزل حلقه في نفس الوقت، انتوا فاهميني يعني، هيبقى فيديو هيبقى في نفس الوقت بث مباشر، فهتبقى حاجه كويسه جدا ليكوا يعني عشان افيد كل الناس. فانا طبعا يا جماعه قاعد بحاول اخلص مش بتاعه الدودو اللي هي 250 دودو الغبيه ديت، فانا هخلص طبعا كل ده خلف الكواليس لان ده كله ملوش لازمه، كلها تضييع وقت وخلاص. فانا طيب كده يا جدعان كفايه قوي يعني، فهمتوا الطريقه اللي انتوا اسمكم يتكتب جوه، لازم تجيب ال3 اكواد دولت وتكتبهم لي، تكتبهم لي في طبعا انت لو كتبتهم تحت في الديسكريبشن في الوصف يعني في الكومنتات قصدي، لو كتبتهم تحت في الكومنتات مش هيبقى اتحسب لك صح. هتقولي اقول لك ان ممكن اي واحد يدخل على الكومنتات ويشوف الكود ويعرف ايه هو الكود وخلاص كده، لكنه ما عملش اي حاجه فاهميني، فاللي هيكتب فالكود ده هي لازم تكتبه لي في اسمه ايه ده، هبقى اقول لكم على طريقه بقى في الفيديو الجاي يعني ازاي يعني تبعتوا لي الكود دوت عشان اعرف ان انت فعلا فعلا شفت ال3 فيديوهات او شفت الفيديو والبث المباشر والفيديو. فانا طبعا قطعت كده خلاص،
وصلنا نهاية الحلقة ومع السلامة.